لابس ايه في دماغك؟ اتفضلي. يا يعني دي ليا. ده كتاب. ايوه صح، حضرتك كسبت. بجد والنبي يا بنتي خلصي وتاخديها مني ولا خدها ليا؟ يلا عندي حلاوة الموسم كسام وتطيبين. تعالي يا استاذ فرح ابنك، تعالي يا استاذة فرح بنتك. عندي حلاوة الموسم، عندي حلاوة الموسم، عندي حلاوة الموسم. غزل، ايه يا امنية؟ ايه اللي انت بتبيعيه ده يا غزل؟ هو انت كل يوم تبيعي حاجة شك؟ ايه يا امنية، دي حلاوة الموسم. حلاوة الموسم؟ ايه ده؟ هو النهاردة مولد النبوي الشريف؟ ايوه يا امنية، كسوتي طيبة. وانت طيبة يا غزل. يا امنية بس انا عايز اقولك على حاجة. خدي دي هدية مني ليكي يا امنية، لو عجبتك تشتري واحدة. اتفضلي. بجد يا غزل؟ بجد يا امنية. من غير فلوس دي؟ ايوه يا امنية هدية. الله يا غزل، ده انا جات لي فكرة حلوة قوي. ايه هي؟ بص طالح. ايه؟ تحبني؟ قولي بحبك يا ماما. لا مش سامعة، عايزه ابوسك. الله، ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. بصي بقى حضرتك، انا مذيعة الشارع. ايوه نورتيني يا حبيبتي. طب في حاجه؟ طيب تعرفي النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده يوم ميلاد المولد النبوي الشريف. ايوه كل صح. كل سنه وانت حضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. صدقني انا كنت ناسيه، فكرتيني. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. النهارده بقى هسالك سؤالين، لو جاوبتي عليهم هديكي حلاوه المولد النبوي الشريف. يا حبيبتي بصي، هو انا عايزه اقول لك على حاجه. نعم. انا مش متعلمه ومش هعرف اجاوب عليكي. لا ما انا هسالك وانت هتجربي، ممكن تعرفي تجاوبي تكسبي. طيب اسالي. بس انا قلت لك ان انا مش متعلمه ومش هعرف اجاوب عليكي. لا ان شاء الله تعرفي تجاوبي. ماشي يا حبيبتي. قولي لي بقى، مين اللي مع حضرتك ده؟ ده ابني صالح. اسمه ايه؟ صالح. قصدي عنده كام سنه؟ صالح عنده 3 سنين ونص. طيب خلاص كده بقى كسبتي معانا. هو ده السؤال؟ ايوه هو ده السؤال. خلاص كسبت. تكلمي جد؟ ايوه اتفضلي. خلاص كسبتي اهو. يعني دي ليا انا؟ ايوه وانت عرفتي تجاوبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. انا فكرت السؤال هيبقى صعب عليا ومش هعرف اجاوب. لا انت عرفتي تجاوبي، انت شاطره. ربنا يخليكي يا رب، والله انت بنت جميله. ربنا يخليك ابنك يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا لك. كل سنه وانت طيب. والله وانت طيبه. ربنا يخليك ماما يا رب. ربنا يخليكي لمامتك وبابك يا حبيبتي. والله شكرا جدا انك جبرتي بخاطري. شكرا يا طن. شكرا يا حبيبتي. صالح كل سنه وانت طيب يا صالح. تعالى كل سنه وانت طيب. حلاوه المولد اهي، هتاكل منها. انت عايزه ابوس الماما. قول لي وانت طيبه يا ماما. ودي عوكا يا ولا. ودي عوكا. ايوه ودي. عامل ايه؟ الحمد لله. فطرت؟ اطلع لم الزباله ياض. ماشي ماشي. يلا يا حبيبي يا عوك، ربنا يخليك. سنين ومرت يا عم. يا عم أنا؟ تعالى لو سمحت. انا ايوه. ايوه يا صبيه. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تعرف انا مين؟ لا بامانه، يعني بامانه. انا بقى مذيعة الشارع. نعم مذيعة الشارع. بتعملي ايه يعني؟ ايوه انا هقول لك. بص بقى، انا هسالك سؤالين، لو جاوبت عليهم صح هديك حلاوه المولد النبوي الشريف. تعرف ليه؟ ليه يا حبيبتي ليه؟ تعرف النهارده ايه بقى؟ النهارده ايه يا حبيبتي؟ النهارده يوم ميلاد المولد النبوي الشريف. لا والله. ايوه كل سنه وانت طيب. والله ما كنت اعرف الا منك يا حبيبتي. بجد يا عم؟ ايوه والله. طيب ابدا بقى اسالك السؤالين دول. ايوه اتفضلي اسالي. يعني بس اقول لك حاجه. نعم. انا جاهز. خلي بالك. ايه يا دي عوك؟ ايه بابا مقفوله. خلاص اقعد جنبي يا دي عوك، هنطلعوا في التلفزيون دلوقتي. ايوه هبدا اسالك يا عم. اتفضل بس انا جاهل. واحده واحده عليا في الاسئله يعني. تمام حاضر. بص بقى يا عم، قولي لون عينك ايه؟ لون عيني؟ ايوه لون عيني. ايه يا دي انت؟ بص يا بني. متاكد يا دول؟ طب ينفع اقول لك لون عيني بابني؟ طب تمام. وين يا دي عينك يا سودة اهي. ايوه صح يا عم. فاضل سؤال كمان. ايه ده السؤال؟ ايوه بامانه والله. ايوه ده لا انا متعلم، خلي بالك انا مش جاهل ولا حاجه. ايوه يا ايوه انت لابس ايه في دماغك؟ انت لابس في دماغك؟ لابس الطاقيه. صح يا عم، كسبت يا عم. انت بتتكلمي بجد يا حبيبتي؟ مبروك. الله العظيم. وادي انت يا ده عوكل يا ابوك متعلم يا. خلي بالك انا اقول لك حاجه.
العمدة في البلد عندينا ما كانش يقول لي يا دكتور احمد. بجد؟ ايوه. امال ايه؟ اتفضل بقى يا سيد. دي ليا؟ ليك انت. عشان السجالين ده هو. ايوه. ربنا يبارك لك ويعافيك في صحتك. مبروك. ربنا يخليك يا رب. ماشي يا عم. ولا عقل يا. قول لها شكرا. شكرا. ولا عقل يا. تعالى هنا عشان اكلك يا دي الحلاوه يا. تحبها انت؟ يا سلام يا سلام يا دي عقل، والله رزقك واسع يا. بتحب الحمصية ولا السمسمية؟ لا بحب دي. النوجة؟ خد دي على جدك كده، خد اطلع لم الزبالة وتعالى افتح لك البوابة يلا. خلاص تمام، الساعة 7 بالظبط هكون عندك. طيب سلام. ازيك يا عمو عامل ايه؟ الحمد لله والله. تعرف انا مين؟ ايوه انا عارفك، بناتي بيحبوك وبيتفرجوا عليكي، انت مذيعة الشارع. صح يا عمو. بص بقى، تعرف النهارده ايه؟ النهارده السبت. لا يا عمو، النهارده يوم عظيم جدا. النهارده يوم ميلاد المولد النبوي الشريف. ايوه ده انا كنت ناسي خالص. بجد؟ بجد، ده انا حماتي وامي واخواتي هيزعلوا مني. ليه؟ لان انا ما جبتش حلاوه المولد النبوي. طيب اصل انا كل سنه بجيبها لهم. ماشي يا عمو، ربنا يخليك لهم يا رب. بص بقى. كويس يا حبيبتي، والله انت فكرتيني. الحمد لله. بص بقى يا عمو، انا هسألك سؤال. اتفضلي. لو انت جاوبت عليه صح هديك حلاوة المولد النبوي الشريف. لا يا حبيبتي انا مش محتاج، شوف اي حد غلبان ومحتاج اديله. لا يا عمو، ما عادي انا اديك واديهم عادي، وانا عندي كتير قوي على فكرة. انا مش محتاج والله، ربنا يخليك. والله يا عمو انا عندي كتير. شكرا والله يا حبيبتي. يا عمو صدقني انا عندي كتير. طب اتفضلي. بص بقى يا عمو، قولي لون الكوتش اللي انت لابسه ايه؟ احمر. كسبت يا عمو. انت بتكلمي جد؟ ايوه اتفضل. انا كده كسبت؟ ايوه كسبت. شكرا جدا. مبروك. ربنا يخليك. ممكن اتصور معاكي صوره؟ اه طبعا، عشان اوعي البنات. شكرا جدا يا حبيبتي. اللي انت عايزه يا عم. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى، تعرفي انا مين؟ مين؟ انا مذيعة الشارع. بجد؟ بجد. تعرفي النهارده ايه؟ ايوه اعرف. النهارده ايه يا حبيبتي؟ النهارده السبت. لا يا حبيبتي، النهارده يوم ميلاد المولد النبوي الشريف. بجد؟ ايوه. بصي بقى، هسألك سؤال، لو جاوبتي السؤال ده صح هديكي حلاوة المولد النبوي ببلاش من غير فلوس. بس انا عايزه اقولك على حاجه. اتفضلي. انا مش هعرف اجاوبك لان انا ما روحتش مدرسه قبل كده اصلا. ما ايه رايك تجربي؟ ممكن تكسبي. ماشي. ماشي؟ ماشي. طيب قولي لي بقى، لون العربية دي ايه؟ لونها ابيض. ايوه صح كده، كسبتي بقى. بجد؟ انت بتتكلمي بجد والله؟ ايوه يا حبيبتي. ربنا يخليكي ويسترك دنيا واخرة ويخلي لك امك وابوك يا رب. اتفضلي. يعني دي ليا؟ ايوه. انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ بتكلم بجد. طب انا بحلم؟ طب ارزيني. طيب انا حاسه ان انا بحلم. ربنا يخليكي يا رب. مبروك. الله يبارك فيكي. شكرا، ربنا يسترك يا على ايه بس. الحمد لله. انا هروح بقى افرح امي وابويا. يا ماما انا كبرت يا ماما وعايزه امشي لوحدي. يا هند، مهما كبرتي يا هند برضو هفضل اوديكي واجيبك ومش هسيبك تمشي لوحدك في مكان. ماشي يا ماما. مش لازم اخاف عليكي برضو يا هند، صح؟ صح. يلا يا حبيبتي. استنى استنى. نعم يا حبيبتي. ازيك يا تنت، عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبتي بخير. تعرفي انا مين؟ لا بصراحه ما اعرفش. انا مذيعة الشارع. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. تعرفي بقى النهارده ايه؟ النهارده يعني ايه في الايام ولا ايه في ايه بالظبط؟ مش فاهمه، فهميني معلش. بصي النهارده يوم جميل جدا. ايوه 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 فهمت، النهارده المولد النبوي. ايوه صح. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. بصي بقى حضرتك، انا هسالك سؤال. اتفضل. لو جاوبتي عليه صح انا هديكي حلاوه المولد النبوي الشريف. طيب ماشي ان شاء الله. هنعرف ان شاء الله يا هند. ان شاء الله. ابدا اسالك سؤال. ايوه اتفضلي. جاهزه؟ ان شاء الله جاهزه وهكسب باذن الله. ان شاء الله تكسب. ان شاء الله. بصي بقى قولي لي، اللي بنتك ماسكاه في ايديها ده ايه؟ اللي بنتي ماسكاه في ايديها ده كتاب. ايوه صح، حضرتك كسبت.
بجد والنبي يا بنتي؟ ايوه يا تم. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفضلي، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه يا هند. وانتي طيبه يا ماما. كل سنه وانتي طيبه حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك بنتك يا رب. انت عارفه اصلا بنتي النهارده عندها اجازه من المدرسه عشان المولد النبوي، والاستاذ اداها النهارده حصه الدرس بدري. بجد؟ ايوه، بس انا بقى كنت عاملها مفاجاه، وكنت بعد الدرس هاخدها اجيب لها حلاوه المولد عشان تبقى برده فرحانه ومبسوطه، وبرده اليوم ده يبقى كده في دماغها ما تنساهوش. ايوه صح. قوليلي بقى، انت شاطره في المدرسه والدرس؟ ايوه طبعا شاطره. أيوة. جدع. ايوه هند بتطلع الاولى وممتازه، ما بسيبهاش، بذاكر لها ما بسيبهاش ابدا. ماشي يا طنط. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه، ويخليكي لباباكي ومامتك يا رب. وانت طيبه. يلا يا هند، يلا يا حبيبتي. يلا يا كل ماما. سنه وانت طيبه يا هند. طيبه يا ماما. ناس مني ومن دمي، انا ما حدش فيهم شال همي. ازيك يا عم؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. تعرف انا مين؟ انت مين؟ انا وزارة الشارع. اه حبيبتي الله يخليك. بص، ايوه عرفتك، بتسألي الناس اسئله وبيجاوبوا عليكي، بيكسبوا فلوس وهدايا، صح؟ ايوه يا عم صح. ايوه. بص بقى، تعرف النهارده ايه؟ ايوه النهارده السبت، بس النهارده السبت اجازه عند الناس كلها الا انا. لا، النهارده يوم عظيم جدا. ايوه والله انا عارف. ايوه النهارده يوم ميلاد المولد النبوي الشريف. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه حبيبه قلبي. بص بقى، انا هسالك سؤال، لو حضرتك عرفت تجاوب عليه هديك حلاوه المولد. ثواني، بس قبل ما تسالين، ما تساليش احسن. عارفه ليه؟ ليه؟ قصدك انا مش هعرف اجاوب السؤال دوت، عاوز يبقى واحد مثلا يعني بيروح مدرسه ومتعلم، لكن انا ولا متعلم ولا شفت المدرسه ولا شفت كتاب، انا على قد حالي يعني. ايه يا واحد معرفش اقرا والله، من غير ما تساليني اسمع مني، ما تسالنيش احسن. طب وايه يعني؟ عشان مش هعرف اجاوب. انا عارف امكانياتي، بقول لك مش هعرف اجاوب. ايه رايك تجرب؟ مش هتخسر حاجه، ممكن تكسب. عشان ما تتعبيش نفسك على الفاضي وتتعبي يعني نفسك معايا. لا ان شاء الله تكسب. ماشي ان شاء الله. قول لي بقى. أيوة. ايه اللي انت لابسه في رقبتك ده؟ دي؟ ايوه الجرافطه. صح يا عمو، ده كده كسبت، انت جاوبت اهو. هو ده السؤال؟ ايوه يا عمو. وهي دي الاجابه؟ ايوه. لا بجد؟ بجد. ماشي اتفضل، كل سنه وانت طيب. يعني ايه بقى؟ يعني خلاص انت كسبت اهو، دي بتاعتك انت. خدها خلاص يعني؟ ايوه خدها خلاص. يعني هتخلصي وتاخديها مني ولا خدها ليا؟ لا 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 لا، ما تخافش، انا مش بعمل كده والله. بجد والله؟ ايوه. ماشي، بس متشكرين قوي، ربنا يخليك يا رب. ويخليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. بجد والله متشكر قوي على ذوقك، والله على اللي انت قدمتي لي حاجه حلوه زي دي والله. انت حضرتك كسبت. ماشي، متشكرين جدا، الله يخليك. ماشي يا عم، كل سنه وانت طيب. والطيبه. خلاص والطيبه. ماشي. ناس مني ومن دمي، لا 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 لا، محدش فيهم شال همي. ياه، انا مبسوطه قوي قوي عشان فرحت الناس والناس كلها دعت لي. انا بقى على طول هعمل خير، وكمان انا النهارده راح اقول لماما انا عملت ايه، واكيد ماما تفرح بيا قوي.